أهلا بكم. ينام العالم بالفعل ويصحو على ما يحدث في أوكرانيا، فإنما تراه روسيا عملية عسكرية خاصة لأهداف محددة، يراه العالم غزوا شاملا ويحشد لردعه من بوابة الضغط الاقتصادي والسياسي. باب الدبلوماسية رغم هذا مفتوح، وإن جاء من بيلاروسيا على غير ما تريد أوكرانيا، لكنه جاء في النهاية وبعد أخذ ورد وجملة من الاتهامات، سيلتقي الوفدان على الحدود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولأن لكل حرب ثمنها أيضا، فإن أعداد اللاجئين الأوكرانيين تجاوزت 300,000 وسط مخاوف على حياة من تبقى، حيث يقول الأمريكيون إن روسيا بدأت تكتيكات الحصار التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية. ولكن وبينما تدور عجلة المعارك تتعثر عجلة الاقتصاد، فتلقي الأزمة بثقلها على الأسواق، ويشهر كل طرف سلاحه الاقتصادي في وجه الآخر، فضلا عن مجالات جوية مغلقة وخطابات سياسية تصعيدية. الدبابات الروسية إذن تأتي على البشر والحجر في أوكرانيا، والصحفيون المراقبون للأحداث يدونون التحليلات وما وراء هذه التحليلات، من العوائق التي تقف في وجه المساعدات الغربية لأوكرانيا إلى أسلوب التعاطي مع روسيا في ظل العقوبات. أمام الوقائع العسكرية لتدمير المدن الأوكرانية بالأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة، تواجه جهود توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عدة عقبات وفق معلومات صحيفة فاينانشال تايمز. مقابل الحاجة الأوكرانية لمساعدات عسكرية، يصر كبار مسؤولي الكرملين بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هدفهم هو نزع النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، ما يشير وفق ذا ناشونال انترست إلى أن موسكو لن تقبل أي شيء أقل من استسلام كييف بالكامل من دون شروط. لكن الغرب المستفز من خطوة روسيا ضد أوكرانيا يصطدم بتناقض في كيفية معاقبة موسكو. هذه الحقيقة أشارت إليها صحيفة The Wall Street بأنه رغم فرض هذه الدول نفسها عقوبات، إلا أنها تواصل استيراد كمية كبيرة من طاقتها من روسيا يومياً. ما بعد العقوبات ارتفع منسوب مخاوف الغرب حسب ما نقل موقع بوليتيكو، ليصل إلى حد الافتراض داخل حلف الناتو أن بوتين لن يجرؤ على توجيه ضربة مباشرة إلى الحلف، لأن المادة الخامسة من معاهدة الحلف تنص على أن أي هجوم على دولة عضو في الناتو يجب اعتباره هجوما على جميع أعضائه. بصورة تشاؤمية استهلت مجلة فورين بوليسي افتتاحية مقالتها بسؤال: ماذا يفعل الغرب إذا لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة؟ حتى ولو استمر القتال فسيقتل في وقت قريب قادة البلاد بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، أو يفرون عبر الحدود لتشكيل حكومة في المنفى. طبعا الكثير من التطورات إن كانت سياسية أو الميدانية نجمعها لكم ونجملها لكم في هذا اليوم ونتابع الجديد منها. كما ترون الآن هذا الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا يقول المحادثات بين كييف وموسكو ستبدأ غدا، إذا يبدو لا نعرف بالضبط هل التقيا وقرر أن يبدأ المحادثات غدا أم لم يحصل اللقاء. على كل الأحوال الذي نعرفه بالتأكيد أن وفد أوكراني ووفد روسي قد التقيا على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، وهناك طبعا مناقشة لإعادة التهدئة إلى المنطقة. وزيلينسكي الرئيس الأوكراني كان قال بأننا لا نتوقع الكثير من هذه المحادثات، ولكن علينا أن نجرب، علينا أن نكون براغماتيين، وكان الشرط الأساسي ربما منه ألا يكون هناك شروط روسية مسبقة موضوعة قبل هذا الحوار أو هذا اللقاء الذي سيجري غدا، إذن وفق المصادر أو وفق ما يقول الوفد الأوكراني الذي ذهب إلى بيلاروسيا. على كل دعوني أرحب بكل مراسلين والصحفيين الذين يساعدون في فهم الوقائع والصورة كما هي هناك على الأرض وفي عيون الساكنين والقاطنين هناك. هذا موفد الشرق بدر التجاني يحدثنا من روستوف من موسكو، ديالا خليلي ومن فيينا هذا بدر العازمي. أبدأ معك بدر، أهلا بك، يعطيك ألف عافية. طبعا أيام طويلة جدا، ولكن هذه لحظة تاريخية بكل المعايير. ماذا لديك من تطورات عسكرية وتحديدا حيث
أنت، هل هناك إمدادات جديدة؟ أي تطورات ميدانية عسكرية يمكن الحديث عنها قبل أن نفتح الشق السياسي أيضا؟ يمكن أن ننطلق زينة من آخر الأنباء التي أتت من وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت لأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة داخل أوكرانيا، أعلنت أو اعترفت بوقوع قتلى وجرحى في صفوفها، ولكنها أكدت أن الخسائر في صفوف من وصفتهم بالنازيين الجدد أو القوميين أكثر بكثير. بعجالة نظرة ميدانية، يعني هناك حرب أعلامية الآن تدور بين الروس والأوكران، مثلا فيما يخص خاركوف هناك بعض الفيديوهات تظهر رتلا من القوات العسكرية الروسية داخل المدينة، فيما تقول أوكرانيا تنفي ذلك وتؤكد أنها تسيطر بالكامل على مدينة خاركوف. بمتابعة هنا الأجواء فيما يخص هذه العملية، وممكن ردا على سؤال التصويت ماذا تريد روسيا من أوكرانيا، طبعا مثلما ناقشنا سابقا سقف المطالب الروسية عالي جدا. الآن روسيا تريد ماذا؟ تريد دولة منزوعة السلاح وذات وضع خاص، يعني حيادية، تريد من أوكرانيا أن تنزع أسلحتها وأن تكون لديها وضع خاص كي تمثل فيما بعد منطقة عازلة بينها وبين الحدود الغربية لأوروبا. لو راجعنا عدنا قليلا للتاريخ، هذه سياسة معروفة لدى روسيا ولدى حتى قبل ذلك روسيا القيصرية، وهي سياسة المناطق العازلة كاستراتيجية أو تكتيك لإيجاد حماية لها. بعض المحللين العسكريين هنا بدأوا يتحدثوا، وانطلاقا أربط هنا من الاعتراف الروسي بالخسائر البشرية في صفوفه، بدأوا يتحدثون عن تفاصيل هذه العملية، ويقولون أنه مع استمرار الوقت، مع تقدم الوقت، فإن الضغط على الروس يزيد. يقولون أن الروس، هذا طبعا نقلا عن المحللين العسكريين لا شيء رسميا، يقولون أن الروس كانوا ينتظرون إنهاء العملية في مدة أقصر، كانوا ينتظرون السيناريو الأمريكي في العراق، كانوا ينتظرون بالضبط، كانوا ينتظرون استسلاما من قبل القوات الأوكرانية، لكنهم فوجئوا بمقاومة من الجيش الأوكراني. طبعا موازين القوى كما نعلم جميعا تميل إلى كفة الروس، لكن على الأرض هناك مقاومة الآن من الجيش الأوكراني. بالنسبة للمفاوضات ستتناولون ذلك فيما بعد. صحيح. السؤال الآن على ماذا سيتم التفاوض؟ الروس موجودون على الأرض، أكثر من 100,000 جندي روسي حسب التصريحات الأوكرانية. هل ستقبل أوكرانيا بأن تنزع، بأن يتم نزع سلاحها؟ هل ستقبل أوكرانيا بأن ستصبح دولة ذات حياد؟ بالنسبة لاتفاقيات مينسك للروس، هي باتت من الماضي، تم دفنها، تم تأبينها. نعم زينة. بدر، عندما تقول بأن هذه سياسة روسية، فقط لنكمل هذه الفكرة بخلق مناطق عازلة، ما الذي يقلق الأمن الروسي أو يقلق روسيا على أمنها من أوكرانيا؟ يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذه أوكرانيا كما يعني بدأنا نجمع الكثير من المعلومات عن التاريخ، مثلا سلمت أسلحتها النووية أو ترسانتها النووية، ليس فيها انضمام مباشر للناتو، هي ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، فما الذي كان يقلق روسيا تحديدا من الجانب الأوكراني؟ طبعا من الوجود والنفوذ الغربي، هل هي فقط روح وتوجهات الحكومة الموجودة التي لم تكن حكومة موالية لروسيا كما تحب أن تكون؟ حتى من قبل هذه الحكومة زينة، الخط الأحمر بالنسبة للروس، حتى لروسيا لما كانت في يعني أدنى مستوياتها، بالنسبة لها اقتراب الناتو،
اقتراب الناتو من حدودها هذا يعني خط أحمر ويمكن أن تذهب إلى آخر المشوار من أجل وضع حد لهذا. طبعا رأينا ذلك في أوسيتيا الجنوبية سنة 2008، رأينا ذلك في أبخازيا عندما تدخلت هناك وبرزت هاتان الدولتان. يعني بالنسبة للروس لا يمكن قبول وغير مطروح على طاولة النقاش أن تكون أسلحة الناتو على أبوابها. يعني هنا وأعود إلى الضمانات الأمنية التي طالبت بها ونشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها، الضمانات الأمنية أهم ما جاء فيها هو عدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو. هذا لكي يعني في حال حدوثه أن تكون منصوبة صواريخ أسلحة روسية، أسلحة عفوا غربية تعتبرها روسيا تهديدا مباشرا. المسافة طبعا ستكون قريبة جدا، نحن نعرف الخريطة الجغرافية أوكرانيا وروسيا، ولو نفترض يعني لو كانت هناك صواريخ ربما يمكن أن تحمل أسلحة نووية، هذا ما تتخوف منه روسيا. طيب شكرا لك بدر إلى الآن على كل هذه الشروحات، كان ميداني ولا السياق. هذه ديالة خليلي، أذهب إليك ديالة من موسكو. ديالة، كما قال بدر هناك طبعا حرب إعلامية، حرب نفسية كما هي في الميدان، وهذا يعني يجعلني أفتح معك بين قوسين سؤال عن مزاج الشارع الروسي اليوم. كم هو مرتاح لهذه الحرب خصوصا بعد هذا الضغط الغربي اليوم، إن كان بالاقتصاد وإن كان بالإعلام، وأيضا ناهيك عن أنه يذهب ليقاتل يعني دولة جارة وشعب أخ له بنتيجة؟ طبعا أسألك هذا السؤال لأنه الآن كان في خبر عاجل، آسفة ديالة بس لاحظت سياق سؤالي بسياق، كان في بعتقد من ليتوانيا كان في هناك طلب للأمهات الروس بأن يسحبنا أبنائهن من الحرب، يعني هذا الشق العاطفي الذي أريد كنت أن أفهم منك، تفضلي. نعم زينة، قبل الانتقال إلى سؤالك الإجابة عليها، تكملة للحرب الإعلامية التي تجري الآن، هناك للمعلومة أن أوكرانيا ومنذ اندلاع النزاع في إقليم دونباس أي بعد عام 2014 وضعت الكثير من الصحفيين الروس على القائمة السوداء ومنعتهم من الدخول، والآن في الأحداث الحالية الصحفيين الروس يمكنهم العمل فقط في إقليم دونباس في جمهوريتين دانييسك ولوغانسك، أما في أوكرانيا ولنقل الصورة من الرؤية الروسية هناك لا يوجد أي صحفي. ما يخص الشارع الروسي اليوم، كان هناك احتجاجات في موسكو وسان بطرسبورغ، طبعا الاحتجاجات التي عقدت في سان بطرسبورغ كانت كبيرة مقارنة بموسكو، لكن بموسكو كان هناك أعداد متفرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، كان هناك أيضا اعتقالات لأن السلطات الروسية أو بالأحرى هذه التظاهرات لم تحصل على ترخيص في التظاهر نظرا أيضا للإجراءات المفروضة جراء كورونا، وقامت السلطات يعني حذرت منذ 4 أيام مع بدء هذه العملية العسكرية في أوكرانيا، السلطات حذرت المواطنين من عدم المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، لأن المشاركة في هكذا تظاهرات تعتبر مخالفة للقانون. طبعا هناك انقسام غير هؤلاء المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشارع، هناك أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة منهم تنشر صور الرئيس فلاديمير بوتين أو الجيش وتقول نعم شكرا لكم لأنكم تحموننا، وأخرى تطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء الحرب لأن أوكرانيا هو الشعب الشقيق للشعب الروسي. نعم زينة. طيب إذا أنت لو أنت تتحدثين وأيضا جميعكم، هذا عاجل بلدية كييف تدعو مواطنيها إلى التوجه للملاجئ
بعد انطلاق صافرات إنذار القصف الجوي. طبعا هذا ليس بمشهد جديد ولا بأصوات جديدة على العاصمة كيف في هذه العاصفة الجوية والعسكرية. طبعا نحن سنتوقف أكثر عند معركة كيف في سياق دائرة شرق لنتحدث أكثر كيف تطورت المعارك هناك وأين وصلت القوات الروسية على تخومها. على كل أذهب الآن إلى كييف، هذا محمد البابا صحفي مختص بالشؤون الأوكرانية. أهلا بك محمد، هل يمكن أولا أن تؤكد لي إطلاق الصفارات الإنذار؟ هل هناك أي شيء جديد في هذه الساعة في طبيعة هذا الإطلاق، خصوصا نتحدث عن قصف جوي؟ نعم، يعني قبل قليل أطلقت صافرات الإنذار وطلب من المواطنين بالتوجه فورا إلى الملاجئ أو إلى شبكات المترو، وذلك بعد يعني أنباء عن تعرض مدينة كييف لقصف صاروخي. قبل ساعتين أيضا أطلقت صافرات الإنذار، ولكن تعرضت مدينة أخرى لصواريخ إسكندر أطلقت من بيلاروسيا، وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صواريخ إسكندر باتجاه أوكرانيا من بيلاروسيا. ما هي المدينة الأخرى يعني قريبة محمد على كيف؟ طبعا بالشمال. نعم جيتومر. لا جيتومر في غرب كييف على بعد 150 كيلومتر من كييف. ويعني القصف طال مطار جيتومر وطار أيضا عدد من الأبنية السكنية، أيضا للأسف سقط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح. طيب إذا هذا قصف صاروخي، يؤكد لنا السيد محمد البابا صحفي بأن هناك قصف صاروخي جديد يستهدف العاصمة الأوكرانية، وتحدث عن أنه منذ ساعتين كان هناك قصف وهذه سابقة سجلت إضافية اليوم على الناحية العسكرية والمستوى العسكري، وهو استخدام صواريخ إسكندر قادمة من بيلاروسيا على مدينة قريبة من كييف في الشمال الغربي. على كل أحوال غرب كييف هي يعني حزام مشتعل منذ يوم الجمعة وخصوصا أيضا يوم السبت. أعود لك محمد، على مستوى الشارع لدينا كثير طبعا من الأسئلة، نحن نشاهد على السوشيال ميديا وأيضا على التلفزيون وغيره، ولكن تبقى الشهادات الحية ربما هي الأكثر وقعا عندما يقال اذهبوا إلى الملاجئ. أصلا اليوم هل في مناطق محددة بالفعل يمكن أن نعتبرها مستهدفة أكثر في كييف؟ كييف كبيرة جدا، عدد سكان فيها كبيرين كثيرين، هل يمكن مغادرة ما زالت العاصمة؟ هل حظر التجول في كل اليوم؟ كيف يدبر السكان أمورهم البسيطة؟ من يخرج في الشارع؟ يعني منذ قبل الأمس كان هناك فرض لمنع يعني حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة صباحا أو الثامنة صباحا، لكن منذ ظهر الأمس اتخذ قرار بسبب وحشية القصف الصاروخي الذي طال أبنية سكنية وسقط عدد هائل من المدنيين بين قتيل وجريح، فرض عمدة كييف يعني حظر تجول حتى الساعة العاشرة من صباح الغد، ويعني هناك احتمالات ان يتم تمديد هذا، ولكن يعني اثناء النهار بعدما يعني اشيع انه سيكون غدا مثل لقاء بين وفد من اوكرانيا وفد من روسيا على الحدود البيلاروسيه، كان هناك ارتياح ان العمليات قد تتوقف، لذلك خرج بعض المواطنين في يعني بغيه الحصول على بعض المواد الغذائيه، لان المواطنين منذ بدايه الحرب يعني المحال التجارية مغلقة، السوبر ماركت مغلقة، الصيدليات مغلقة، هناك نقص في بدأ الكلام عن نقص في المواد الغذائية، لذلك يعني تم تخفيف حظر التجوال لأسباب إنسانية، ولكن قبل ساعتين كان هناك تحذير، والآن هناك تحذير وأمر من عمدة كييف على الجميع أن يدخل إلى الملاجئ. طيب توجه وحركة يعني تفضل محمد. أنا أود أن أتكلم أن مدينة كييف أو طرف مدينة كييف اليوم كان هناك عمليات عسكرية مشتعلة جدا 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 جدا، قام الجيش يعني قامت قوة من يعني أكثر من 150 آلية من الجيش الروسي بالتقدم باتجاه كييف، شمال ممكن القول شمال غرب مدينة كييف في قرية بوتشي
وعند دخول القوات الروسية إلى تلك القرية متجهين إلى كييف حصلت اشتباكات عنيفة، قام الجيش الأوكراني بقصف وتدمير جميع آليات الروسي، وقتل عدد كبير وهائل، أكثر من 450 جندي قتلوا، وهناك 200 أو 250 جندي أسروا في تلك المعركة. نعم. محمد، نحن شاهدنا هذه الصور على بعض وسائل الإعلام، إذن يمكن أن نعتبر هذا من كييف، بأن هناك كان أكثر من 150 آلية دخلت شمال غرب كييف في مدينة بوتشي، وقد تم تعطيلها وتدميرها بالكامل من قبل الجانب الأوكراني. محمد، عندما أقول الجانب الأوكراني، هل ما زلنا نتحدث عن القوات النظامية الأوكرانية؟ هل نتحدث عن المتطوعين، عن الاحتياط، وخصوصا أنه اليوم في، إذا صح التعبير، حالة عسكرة لكييف، لكل أوكرانيا تحديدا لكييف، مع فتح الباب حتى أمام المتطوعين الأجانب كما قال الرئيس أو رئيس الوزراء بأن يدخلوا، وحتى يعني لمن يريد أن يعرف بأن يتصل بالسفارات الأوكرانية حول العالم؟ وضح لي شوي هذه النقطة، من أين سيدخلوا، على مع من يتخاطب، يعني من يتوقع من المتطوعين الأجانب خارج أوكرانيا أن يتدخلوا الآن للمشاركة في القتال؟ يعني الرئيس الأوكراني أطلق دعوة، لأنه كان هناك أكثر من مجموعات طلبت يعني وراسلت الخارجية الأوكرانية أنهم يريدون التقدم ومساعدة الجيش الأوكراني. لكن الشق الأول من سؤالك كان عن وضع من يحارب حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة القوات العسكرية النظامية هي التي تقوم بالاشتباك مع جميع القوات الروسية داخل يعني على أطراف المدن. أما في حال توغلت أي آلية عسكرية، يتعاون الجيش الأوكراني مع المتطوعين وأصبحت هناك لجان دفاع ذاتي عن المناطق. لكن العمليات تقتصر حاليا على مداخل المدن، لم تسقط أي مدينة. اليوم كان هناك تسلل لقوة من حوالي 24 آلية عسكرية روسية في مدينة خاركوف، وبدأ الإعلام يتكلم أن القوات الروسية قد دخلت إلى خاركوف، ولكن هذه يعني آليات تسللت إلى مدينة خاركوف. فورا السكان أبلغوا القوات العسكرية، حضرت وحصل اشتباكات، وللأسف، أنا أقول للأسف، لأن الجنود الروس يعني يسقطون الواحد تلو الآخر. اليوم كان هناك إعلان من وزارة الداخلية الأوكرانية أن هناك أكثر من 4500 جندي روسي قتلوا في هذه المعارك، وهذا رقم كبير في يعني ممكن القول خلال 3 أيام. أما يعني قد سمعتك تريدين السؤال عن الهجرة واللاجئين. عدد كبير من المهاجرين أصبحوا في مدن الغرب، مدن الغرب التي هي إيفانو فرانكو، الفوف، لوتس، هذه المدن المتاخمة لحدود الاتحاد الأوروبي. اليوم يعني هناك معلومات أن أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني أصبحوا داخل الاتحاد الأوروبي، بولندا، ليتوانيا، ولذلك العدد إن استمرت المعارك أياماً سيكون هناك رقم هائل، ربما نقول عن 5 ملايين أو 7 ملايين شخص أوكراني سيهاجرون. لماذا؟ لأن أوكرانيا بلد مكتظ بالسكان، تعداد السكان 39 مليون نسمة، هذا عدد كبير، ونصف يعني ممكن القول أنه من العاصمة الأوكرانية كييف إلى الشرق سيغادر جميع السكان الذين لا يشاركون بالقتال، النساء والأطفال والشيوخ ويعني المسنات سيغادرون باتجاه الاتحاد الأوروبي أو دول أكثر أمنا في حال استمرت المعارك. هناك محاولة من الرئيس الأوكراني أنه يريد إنهاء الحرب لأنها دمار شامل على أوكرانيا وإبادة للشعب الأوكراني. طيب، نحن طبعا وأنت تتحدثون معنا نشاهد هنا في الشاشة التي تنقسم إلى عدة أجزاء، راحت الشاشة عندما تعود لدينا صورة من الحدود البولندية. على كل الأحوال هذه الصورة على الشاشة كاملة، هذا إذن مركز استقبال اللاجئين الأوكرانيين القادمين، هذا مباشر قادمين من أوكرانيا باتجاه بولندا. طبعا بولندا حتى الآن تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين، العدد كبير 500 ألف، وبالأمس تكلمت معنا المتحدثة باسم اليو ان اتش سي ار أو مفوضية لاجئين بأنهم يتوقعون 4 ملايين لاجئ أوكراني بأن يخرج من أوكرانيا طبعا تجنبا للموت والحرب. كما نشاهد أطفال صغار وسيدات، كان الحديث عن طوابير طويلة كبيرة جدا،
ولكن بالمقابل الحديث عن إعلان كل هذه الدول دعمها واستقبالها، حتى المجر يعني التي هي معروفة بعدم استقبالها لموجات اللجوء السابقة التي كانت تأتي إن كان من أفغانستان، من العراق أو من سوريا، أعلنت اليوم بأنها تستقبل اللاجئين الأوكرانيين. بولندا على كل الأحوال حتى الساعة تتحمل العبء الأكبر، ليتوانيا أيضا ترسل الكثير من المساعدات، وحتى أنه كان هناك بعض الأخبار بأن بعض هذه الدول رفضت أن تستقبل اللاجئين في مخيمات أو في مراكز إيواء، بل بدأوا يعرضون من لديه غرف إضافية، من لديه منازل إضافية، جمعوا الكثير من التبرعات من الثياب والطعام وغيرها. طبيعة الحال هناك تعاطف كبير أوروبي بالنتيجة مع اللاجئين، بعضهم يخرج مشيا بسبب طوابير كبيرة فيترك سيارته ويتابع، وبعضهم كما نرى يعني يفضل أن يبقى في السيارات ليدخل إلى بولندا خوفا من القصف وراءه. إذا نتابع معكم في هذه الجولة حول العالم لنعرف أيضا في مراكز القرار الأخرى وفي التطورات التي تجري حول هذا التوتر الذي شد كل أعصاب العالم. أذهب إلى بدر العازمي من فيينا. بدر، خبرني أكثر عن المواقف من عندك. الاتحاد الأوروبي سجل الكثير اليوم من السوابق التاريخية، إن كان من ناحية الدعم، من ناحية التسليح وأمور كثيرة أخرى، حتى وصل لأنه يعني منع الأجواء الطيران الروسي من كل أجواء الاتحاد الأوروبي، حتى منع بعض محطتي تلفزيون روسية السبوتنيك والأرتي من البث في الاتحاد الأوروبي. يعني لم نراه موحدا سريعا على الأقل لهذه الدرجة حتى الآن. خبرني أكثر عن القرارات وعن الكواليس. إذن الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه أمام الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا. شهدنا اليوم في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والهجرة واللجوء أيضا، سمعنا أن هناك مساعدات إنسانية ستقدم لهؤلاء اللاجئين. أيضا عدد من الدول استغنت على يعني وضع قيود للتأشيرات أو الفيز أو ما يتعلق بعرقلة وصول هؤلاء الفارين كبولندا وكإيرلندا والدنمارك. هذا من الشق الإنساني والشق اللجوء، ولكن على الشق السياسي نشهد أيضا إغلاق للمجال الجوي كافة في أوروبا أمام الطائرات الروسية، وقد نشهد بعد قليل إغلاق المجال البحري أيضا أمام يعني السفن والبحارة الروس. ولكن هذا الإغلاق الجوي، هنا السؤال، هل سيطال يعني طرق الشحن الجوية أو الدعم التي تتعلق بشحن البضائع وغير ذلك؟ هذا هو ربما لم يتضح حتى هذه اللحظة، لأن بدر ما هناك أهم البضائع التي تستعملها أيوة التي تستهلكها أوروبا من روسيا غير النفط طبعا يعني والطاقة غير ربما الغاز. العكس ربما بالطبع هناك موارد أخرى، هناك مواقع يعني أو دعيني أقول دول تتبع روسيا فيدراليا، هذه الدول معروفة بكثرة صادراتها لأوروبا، والعكس كذلك، أوروبا لديها صادرات عديدة لا سيما ليس فقط على جانبها الشرقي تجاه الدول المحيطة بروسيا وروسيا، ولكن أيضا على الجانب البريطاني. إذن السؤال كيف سيتم تنظيم عملية هذا الشحن، هذا الدعم الذي يأتي وينصب عادة للمواطنين والشركات المدنية. إذن هذا القرار الذي ننتظر بعد اجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون في هذه اللحظة للمرة الرابعة خلال أسبوع ما سيتم من فرضه من عقوبات. أيضا سيناقشون كيف سيتم تفعيل يعني قرار تحييد عدد من البنوك الروسية وأيضا البنك المركزي الروسي على نظام العملات المعروف بنظام سويفت. كذلك يعني شهدنا تجميد لكافة الأصول الروسية الموجودة في أوروبا. هذه القرارات هي قرارات بالفعل
تأتي صارمة وتاريخية من الجانب الأوروبي، ولكن هل هي ستكون رادعة فعلا لوقف هذا الغزو؟ هنا هنا السؤال يعني يتراود مع سؤال أنا بسرعة شديدة علي الاتحاد الأوروبي على نفسه. ماذا إذا سمحتي لي يطرحه الاتحاد الأوروبي دائما هذا السؤال، ماذا بعد أوكرانيا؟ هل ستأتي الدول الأوروبية؟ ربما الاتحاد الأوروبي وجد هذه الإجابة، لذلك جاءت الإجابة للردع النووية الأطلسية من قبل أوروبا الآن نشهدها. إذن يعني كانت الشعرة التي جعلتهم يتخذون أقصى القرارات وأجابت على السؤال دائما الذي كانوا يقولونه، ماذا بعد؟ هل تكون أوروبا؟ أشكرك، هذا بدر العازمي من فيينا موفد الشرق، شكرا لك. شكرا لكم جميعا، بدر التوجاني من روستوف، ديال خليلي من موسكو، ومحمد البابا صحفي مختص في الشؤون الأوكرانية من كييف. هل هناك أي عاجل؟ طبعا سوف نعود إليكم لمعرفة المزيد. شكرا لكم جميعا.